السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية يا جماعة، معكم الأستاذ محمد أبو السرية من مدارس النظم الحديثة. إن شاء الله إحنا اليوم بنكمل موضوع القواعد تبع الوحدة التاسعة اللي هو الوش واقف أونلي، جملة التمني. في الدوسية راح تكون إن شاء الله في صفحة 86. قاعدة الوش والإف وأونلي اللي هي جملة التمني بتنقسم إلى قسمين، واحد منهم إله خاص بالباست بيرفكت والثاني خاص ب اللي هو الفيرب 2. احنا راح نبلش ان شاء الله في الباست بيرفكت وبعديها ننتقل الى الجزء الثاني اللي هو الفيرب 2 اللي هو التصريف الثاني من الفعل او اللي هو الماضي البسيط. بدايه بدي اعطي ملاحظه انا بالنسبه لهذه القاعده، انه هاي القاعده بتذكرنا احنا بقاعده اللي هو الريبورتد سبيتش. نتذكر احنا في الريبورتد سبيتش كنا قايلين انه اي تصريف بيجيني بالريبورتد سبيتش لازم امشي خطوه الى الماضي، لازم امشي خطوه الى الماضي. كمان شوي راح اذكركم في هذا الكلام، لان الجزء الاول حكينا من الوش واف اونلي بيكون معنا الوش او الاف اونلي زائد الباست بيرفكت. طبعا ما في عندي فرق ما بين الوش والاف اونلي، هم انترتشينجبل، انترتشينجبل يعني عندي الوش تساوي اللي هي تساوي الاف اونلي، يعني ما في فرق عندي بالاستخدام ما بين الوش وما بين الاف اونلي، لان الباست بيرفكت الناس اللي ناسين ايش هو الباست بيرفكت بنذكرك فيه. الباست بيرفكت هو الهاد او الهاد نوت زائد اللي هي الفيرب 3. اذا القاعده الاولى بالنسبه لنا او الجمله الاولى بالوش والاف اونلي بتكون عند الوش او الاف اونلي زائد الباست بيرفكت اللي هو الهاد او الهاد نوت زائد الفيرب 3. هون بنيجي للسؤال الاول اللي ممكن يجيني انا في الوزاره واللي هو سؤال الوظيفه اللغويه. سؤال الوظيفه اللغويه هون احنا عندنا هو بالنسبه لنا لما يكون عند الوش واف اونلي مع الهاد او الهاد نوت زائد الفيرب 3 بتكون الوظيفة اللغوية هي to express regrets about the past. يعني أي جملة أنا بتجيني بيكون فيها wish أو if only بحكي لي فيها what is the function، إيش هو السؤال بيقول لي what is the function of wish أو if only، بدي أقول له هو to express regrets about the past. كيف بعرف؟ حكينا من ال had أو ال had not زائد الفيرب 3 لما يكون في جملة الوش أو الإف أونلي. وهذا هو النمط الأول للسؤال الوزاري اللي بيجي لي على الوظيفة اللغوية. الثاني هون ما بتهمني كثير، فقط للمعرفة، لأن في هاي القاعدة حتى أنا أقدر أحول جملة، وهو السؤال الثاني الوزاري، حتى إني أنا أقدر أحول جملة من جملة عادية إلى جملة وش أو إف أونلي بدنا نتذكر شغلة جديدة، إنه دائما هو الواحد ما بيتمنى شيء يصير أو ما يصير. يعني إذا أنت بتتمنى شيء صار أو ما صار، إشي عندك بيكون مش عندك، أو إشي ما صار وتمنيت إنه يصير أو ما صارش، أو صار وتمنيت إنه ما يصير. يعني دائما إحنا بالقاعدة التمني بنتمنى عكس الموجود، بنتمنى عكس الموجود. هون عندنا في القسم الأول أو الجزء الأول من الجملة اللي هو الجملة اللي احنا بنحولها إلى جملة الوش أو if only، إذا كانت الجملة تحتوي على verb 2، إذا كانت الجملة تحتوي على verb 2 هذا الverb 2 ممكن يكون مثبت وممكن يكون منفي. في حالة أنه يكون مثبت، طبعا أي verb 2 إذا احنا ناسين إيش هي الverb 2، أي verb 2 ممكن يكون مثلا walked played على سبيل المثال، هذا هو أمثلة على الverb 2. إذن إذا كان عندي أنا في الجملة verb 2، verb 2 موجود عندي في الجملة زي ما احنا شايفين مثال عليه walked أو played أو wrote إذا كان الفعل هو غير منتظم، وهذا الفعل كان مثبت حتى أقدر أنا أحوله إلى جملة الوش أو if only، لازم المثبت انفي، المثبت بده ينتفي. اذا اذا اجاني فعل زي walked على سبيل المثال
أنا بدي أحول هاي الجملة إلى wish و if only. شو بنقول؟ بدها تصير الجملة ال wish أو if only زائد ال had زائد ال not زائد ال verb 3 من الفعل الثاني زي walked، حكينا بدها تضلها مثل ما هي. إذن هاي هي الحالة الأولى أنا عندي بال past perfect لما يكون عندي الفعل مثبت. بدي أنفي، بدي أنفي الفعل، كيف بنفي؟ بإضافة not إلى ال had اللي هي في قاعدتنا تبعت الباست بيرفكت. لان الجزء الثاني او القسم الثاني من الباست بيرفكت لما يكون عندي الفيرب 2 منفي. اذا كان الفيرب 2 منفي زي ما احنا شايفين هون بدي اعمل اثبته. اذا المثبت بدي انفيه والمنفي بدي اثبته. لاحظ انت هون هذا مثبت بدي انفيه والمنفي بدي اثبته. اذا لما يجينا فيرب 2 منفي واللي ناسي الverb 2، شو هو الverb 2 لما يكون منفي؟ لما يكون الverb 2 منفي هو did not زائد اللي هو البيس او بنقول اللي هو الانفينيتيف. did not زائد البيس او الانفينيتيف، هذا هو الverb 2 اللي بيكون منفي. اذا اذا اجاني انا في الجمله اللي هي اللي بدي احولها في الري رايت وهو السؤال الاخر او النمط الاخر للامتحان الوزاري، اذا كان الفعل verb 2 منفي يعني did not زائد البيس من اي فعل حتى اني احوله بما انه هذا منفي بدي اثبته. كيف بدي اثبته؟ بانها النط تروح منه. ما دام راحت النط والهاد ضفتها هنا بطل شغل عندي لدد، صارت عندي هاد زائد الفيرب 3، صار عندي هاد زائد الفيرب 3. خلينا ناخذ مثال على هالكلام. عندي هون جملة بتقول I did not do much work in the past couple of days، يعني أنا ما اشتغلت كثير بهالأكم من يوم اللي مضوا. وهاي الجملة جايب إياها في الامتحان بالريرايت بيكون معطيني فقط I wish أو he wishes، يعني حسب إحنا ما بيكون عندنا موجود في الجملة. بيجي بيعطيني I did not do much work in the past couple of days. بدنا نشوف كيف طلع عنا الحل هذا. نيجي نطلع احنا في البداية، شو في عندي indications، شو في عندي مفاتيح انا في الجملة تفيدني شو تصريف هاي الجملة. واحنا متفقين انه قبل حل اي جملة في اللغة الانجليزية لازم اعرف شو تصريف هاي الجملة. بتطلع بلاقي عندي هنا did not do. طب ما هي did not do قلنا قبل شوية did not زائد البيس، عندي do هي البيس وعندي did not، اذا هذا الفعل شماله verb 2 منفي. verb 2 منفي. اذا هذا بما انه verb 2 منفي شو بدي اعمل؟ بدي احوله الى had زائد الverb 3 اثبته، والنط شو مالها؟ ببطل الها لزوم، ببطل لهاي النط اي لزوم، والdid بدها تتحول الى الهاد. اذا الجمله هاي حتى اقدر احلها انا صارت عندي I wish، وهذا بكون معطى من الوزاره. I wish I، طبعا دائما ال if only او ال wish دائما لازم يجي بعديها اما ضمير او اسم، ضمير او اسم حسب الجمله اللي انا موجوده عندي، لازم يكون هون ضمير او في عندي اسم. الان اتفقنا انه احنا في عندنا verb 2 وهذا الverb 2 منفي، يعني did not زائد البيس، الفعل هو do. اذا الان بدي اضيف الهاد، حطيت الهاد عندي هون، أضفت الاد، أضفت الهاد عندي هون، ظل عندي التصريف الثالث من الفعل اللي هو البيس اللي هو دو. شو التصريف الثالث من دو؟ راح يكون التصريف الثالث هو done. بكمل الجملة I wish I had done more work in the past. راح واحد يسألني ليش حطينا هنا؟ طيب احنا حطينا work، حطينا more بدل much. دائما احنا في التحويل في جمل التمني الماتش والماني هذول بيتحولوا الى مور، وفي عليهم كمان شوي رح ناخذ في الملاحظات كيف بنحولهم. الماتش تحولت الى work in the past couple of days. صيغه السؤال الوزاري زي ما حكينا بده يجينا زي هيك I did not do much work in the past couple of days، وبيجي بكون حاط اللي هنا اما if only او I wish، وبيعطيني هنا فراغ. لان انا على طول هون باجي بدي احط الضمير او الاسم اللي هو موجود في الجمله اللي هون اللي هو زي ما هم مبين عندي
من هون اللي هو الاي، موجودة عندي هون اللي هي الاي. اذا الاي على طول انا بنقولها وبحطها عندي هون، لان شو بقول؟ بدي احل الجملة. اتفقنا احنا قبل شوية انه هاي الجملة هي verb 2، والverb 2 ماله؟ الverb 2 منفي، منفي معناته بدي اثبته. صارت الجملة if only I. شو بدي اضيف هون؟ بداية ال had. if only I had، تصريف ثالث من الفعل do، done. بنكمل الجملة، وإن الماتش بدها تتحول إلى more، بكمل work in the past couple of days، in the past couple of days. وبتصير عندي الجملة زي ما احنا شايفين if only I had done more work. ما أفرقت الجملة هاي عن الجملة اللي فوقيها، لأنه قلنا I wish أو if only أو wish هما interchangeable، ما في فرق بين الجملتين زي ما احنا شايفين هنا، لا يوجد فرق في الاستخدام ما بين ال if only وال wish. ناخذ مثال ثاني على جملة مثبتة، والجملة في هنا بتقول لي I fixed this house, it is too small. I fixed this house, it's too small. الآن شو بنقول في هاي الجملة؟ بتطلع عليها أنا، معطيني هنا في الامتحان بكون معطيني I wish. على طول أنا بداية إذا ما كان معطيني الضمير أو الاسم، لأنه قلنا دائما الوش والإف أونلي بدي يجي بعديها ضمير أو اسم. إذا هون أنا شو جبت؟ الضمير. أن باجي بدنا نحدد شو تصريف الجملة عندي. باجي بتطلع بلاقي عندي هذا الفعل اللي موجود هنا fixed، هو فعل منتظم، فعل منتظم وهو verb 2. وverb 2 شو ماله؟ منفي ولا مثبت؟ ما في نط، مش موجود عندي اي شيء هنا indication لا النفي، معناته هذا مثبت. بما انه مثبت معناته انا بدي انفي، بدي انفي. اذا عندي هنا verb 2 مثبت، هاي الverb 2 المثبت شو بدي يصير؟ بدي يصير had زائد النط زائد verb 3. اذا اتفقنا احنا انه القاعدة تبعتنا اللي بدنا نستخدمها هي الهاد زائد النط زائد الفيرب 3. باجي على طول وبكتب اللي انا بدي اياه، اضافة الهاد في البداية، هاد الفعل التصريف الثالث من فيكس هو فعل منتظم، اذا بدي يضله هذا فعل مثبت، بدي اضيف له النط ما ننساش I wish I had not fixed، تصريف قلنا الثالث من الفعل هو فعل مثبت فعل منتظم، اذا ما في عندي تغيير عليه بيضل اي دي. اذا صارت الجمله I wish I had not fixed this house, it is too small. لو اجينا لمعنى الجمله، هل هو منطقي ولا مش منطقي؟ خلينا نشوف. I fixed this house يعني انا والله صلحت هذا البيت، صلحت هذا البيت، صلحت هذا البيت، it is too small، لكن البيت شماله صغير كثير. الآن واحد بيقول لك والله أنا بتمنى، شو بدي يتمنى؟ It is too small. بما إنه too small معناته هو شو بدي يتمنى؟ إنه ما صلح هذا البيت، صارت الجملة يا ريتني ما صلحت هذا البيت، It is too small، كثير صغير. إذا صارت الجملة it makes sense، yes it does، معناته جملتنا صحيحة. نشوف مثال ثاني. We are late. إحنا متأخرين. إحنا متأخرين. We did not make it on time. We did not make it on time، يعني احنا متاخرين ما وصلنا في الوقت المناسب. على طول انا بس اطلع هون عندي على الفعل في الجمله هاي we did not make it on time. we are late راح تقول لي هاي مضارعه، مظبوط، بس هم ايش هو الفعل اللي تاخروا فيه؟ هو انهم لم يصلوا، لم يصلوا يعني اشي وفات، معناته هاي indication انه هذا الفعل في الماضي. عندي هون did not زائد make، معناته هاي شو قلنا في قاعدتنا؟ didn't زائد البيس تساوي verb 2، بما انها verb 2 بدها تصير الهاد زائد الverb 3 منفيه، بدي اثبتها. اذا هذا شماله؟ هذا verb 2 منفي، verb 2 منفي، بدي يصير هاد زائد الverb 3. باجي هنا وبقول بما انه هذا verb 2، اول شيء if only بدي انزل الفعل الاسم او الضمير اللي هو هون عندي في هاي الحاله اللي هو الوي. باجي هنا بنزل الوي
if only we, وبقول بدي انزل الهاد had، بدي التصريف الثالث من make بدها تصير made it on time، صارت الجملة عندي. يا ريت لو انه احنا وصلنا في الوقت المناسب، صارت الجملة اذا عندي we are late if only we had made it on time. ليش؟ هاي عندي منفية زي ما احنا شايفينها، بما انها هنا الجملة منفية معناته هون الجملة بدها تصير مثبتة، بدها تصير مثبتة. كيف يعني مثبتة؟ شلنا النط منها وضفنا الهاد، صارت الجملة عندي we are late if only we had made it on time. هذا هو زي ما حكينا في جملة الباست بيرفكت أو جملة التمني، لما تكون بالباست بيرفكت تجيني بالريرايت، تجيني سواء بهاي الطريقة سواء على حكينا النفي أو تجيني على الإثبات، المنفي بدي أثبته والمثبت بدي أنفي. تلخيص للقاعدة زي ما كنا قايلين قبل شوية، الverb 2 لما يكون مثبت بدي أنفي وبدي يصير had not زائد الverb 3، إذا كان منفي بدي أثبته بصير had زائد الverb 3. الآن الجزء الثاني هو الverb 2، والverb 2 حكينا هي حالة الفعل لما يكون في التصريف الثاني، لما يكون في التصريف الثاني. شو هو التصريف الثاني؟ أي فعل زي wrote، ate، watched، عفوا. إذا أي جملة أنا عندي هنا بتكون بتكون wish أو if only مع الverb to، وحكينا الverb to هون بيكون زي wrote أو ate زي watched. انتبه الفرق بين الجملتين، الجملة هذه كانت had أو had not زائد الverb 3، هون بدها تكون فعل تصريف ثاني زي wrote زي ate زي watched. إذا جملتنا هون بتكون wish أو if only والتنتين interchangeable، يعني we can use either of them. هون نفس المعنى تجيني زي هيك الجملة، إذا أجاني السؤال زي ما قلنا الصيغة الأولى من السؤال وهي الوظيفة اللغوية، وقال لي إيش وظيفة الوش هنا في هاي الجملة، إيش وظيفة الوش في هاي الجملة، بدي أقول له هون وظيفة الوش أو الـ if only هي to express wishes about the present that are impossible or unlikely to happen. إذا هي للتعبير عن أمنيات في الحاضر، هاي الأمنيات مستحيلة أو صعبة الحصول في الوقت الحاضر على الأقل. هنا إذا الوظيفة اللغوية مرة ثانية خلينا بس نعيد عليها، إذا أجتني جملة فيها wish أو if only وفيها الverb to، الverb to سواء كان منفي أو مثبت، نتذكر الverb to منفي أو مثبت، يعني خليني أكتب لك إياها هون برضو مشان نتذكرها. إذا أجتني زي هيك verb 2 يعني wrote أو didn't معها بتكون مثلا write، معها eat والفعل الثالث اللي حكينا اللي هو watch. إذن الجملة هنا نرجع مرة ثانية نقول، إذا كانت معنا الوش أو if only زائد بيكون معها فعل تصريف ثاني، فعل تصريف ثاني سواء كان مثبت أو منفي زي wrote, ate, watched أو did not write, did not eat, did not watch. وأجاني السؤال بيقول what is the function، السؤال هنا بيجيني what is the function، إيش وظيفة wish أو if only في هاي الجملة، بنقول له هنا to express wishes about the present that are impossible or unlikely to happen or unlikely to happen. لان بنكمل بنقول في حالة التحويل اللي هو الريرايت، في حالة الريرايت هون بنقول في حالة الريرايت زي ما كنا قايلين فوق، في حالة الريرايت
بتكون الجملة عندي الأصلية في السيمبل بريزنت، وهاي في السيمبل بريزنت لما بدي أحولها بدها تصير فيرب 2. يعني السيمبل بريزنت كلنا بنعرف إيش هو السيمبل بريزنت، اللي ناسيه بنذكره فيه، بنقول له السيمبل بريزنت لما يكون مثبت هو فيرب 1. إيش هو الفيرب 1؟ الفيرب 1 هو فعل تصريف أول، لكنه يحتمل يكون مع الأس أو الإي أس، أو يكون مع أي إضافة حكينا ممكن تكون موجودة للفيرب 1، أو ممكن يكون simple present لكن منفي. والsimple present المنفي هو عبارة عن قاعدة ذهبية اللي كنا نحكي عنها دائما بالصف، اللي هي do أو does زائد not، نحط لك إياها بين قوسين، زائد البيس، زائد البيس. إذا كان عندي في الجملة الأصلية simple present مثبت بدي يكون عندي verb 1 و verb 1 عادي، أو إذا كان simple present منفي بدي يكون do أو does زائد النط مع اللي هو البيس، مع البيس. يعني في الحالة الأولى لما يكون عندي verb 1 بدي أحوله بكل بساطة verb 1 مثبت بدي أحوله إلى verb 1 منفي، verb 1 منفي. طب أنا كيف بدي أنفي الverb 2؟ نرجع بنقول، نرجع لقاعدتنا، الverb 2 لما يكون منفي هو did not زائد اللي هو البيس، did not زائد البيس. هيك أنا بنفي الفعل. إذا لما يكون عندي verb 1 مثبت وبدي أحوله، هذا الverb 1 المثبت لما بدي أحوله بده يصير did not زائد البيس. طيب لما يكون عندي منفي يعني do أو does زائد النط زائد البيس، شو بدي أعمل؟ بدي أثبته. كيف بدي أثبته؟ بسيطة جدا، الدو والدز هاي شو بدي يصير فيها؟ أكيد كلياتنا بنعرف شو بدي يصير فيها. الدو والدز هاي بدها تنشطب كلياتها، الدو والدوز والنوت كلها بدها تنشطب، والبيس هذا شو بده يتحول؟ الى فيرب 2، والبيس بده يتحول الى فيرب 2، والفيرب 2 ايش هو؟ قلنا التصريف الثاني من الفعل. اذا الدو والدوز هاي بدها تنشطب مع النوت، النوت ايضا كمان بدها تنشطب، وهاي البيس هذا بدي احوله وهذا تحويله راح يصير الى verb اللي هو قلنا to، بدي يتحول الى verb to. خلينا نشوف أمثلة على هذا الكلام ونشوف إحنا كيف بدنا نحلهم. الآن في عندي جملة، هاي الجملة بتقول I do not have a lot of money. الآن الجملة هاي حتى أنا أقدر أحلها إذا كانت موجودة عندي rewrite، شو بدي أقول؟ بقول I do not have عبارة عن إيش؟ شو كنا قايلين قبل شوي؟ do أو it does زائد النط زائد البيس. عندي الهاف هو فعل بيس، وعندي هون الدو مع النط، معناته هاي الجملة شو مالها؟ هي verb 1. نيجي بنقول هون هاي الجملة هي عبارة عن verb 1، لكن verb 1 شو ماله كمان؟ verb 1 منفي، verb 1 منفي. إذا هذا الverb 1 منفي بيتبع قاعدة الثانية اللي قلنا simple present لما يكون منفي شو بدي أعمل؟ بدي أثبته وأحول البيس إلى تصريف ثاني. هنا قلنا do and does بدها تنشطب، إذا do and does هاي عندي do not have، do not أو doesn't قلنا بدها تنشطب، بدها
تنشطب، نيجي هنا بنقول بدي اشطب الدونات، عفوا ماشي حنشطب. اذا الدونات انشطبت والهاف ده تتحول الى تصريف ثاني. اذا هون انا عرفت شو بدي اعمل بالضبط. هاي منفيه بدي اثبتها، الدونات راحت. الجمله اجتني قالت لي اي ويش اي، اذا كان معطيني هو اياها هو الاي يكون ممتاز، مش معطيني اياها بدي انزل الضمير او الاسم حسب الجمله. صارت الجمله اي ويش اي، بنزل الفعل اللي هو الهاف الى تصريف ثاني، وصار عندي هنا من الهاف التصريف الثاني. اكيد انت بتعرف انه هو الفيرب تو، منها راح يكون هاد، وهيك احنا حصلنا على حل الجمله. مثال اخر، وي دو نوت ليف ان عمان، برضو ايضا جمله منفيه. لو بدنا نعتبر هاي الجمله احنا بدنا نشيها منفيه، بدنا نعتبرها هاي الجمله مثبته، نعتبرها مثبته. هون قلنا وي ليف ان عمان، دائما احنا قلنا ما دام انهم عايشين في عمان شو بدهم يتمنوا؟ اكيد عكس هذا الكلام، بدهم يتمنوا انهم مش عايشين في عمان. بس اجي هنا بتطلع على طول انا على الجمله اللي موجوده عندي، والجمله بتقول وي ليف، الليف هون عندي هو الفعل، هذا الفعل، هذا الفعل شو تصريفه؟ لو جينا اطلعنا عليه بنلاقي فيرب 1، هذا الفعل هو فيرب 1، فيرب 1، وشو ماله كمان؟ فيرب 1 مثبت. الان يعني بما انه فيرب 1 وكمان مثبت، شو بدي اعمل انا؟ بدي اطلع على القاعده بتقول لما يكون عندي فيرب 1 وهذا الفيرب 1 مثبت، القاعده بتقول الوش والاف اونلي بده يتبعها الفيرب 2. اذا بكل بساطه بدي احول الليف الى تصريف فعل تصريف ثاني اللي هو وي ليفد ان عمان، وصارت الجمله اي ويش وي. هون على طول شو بقول؟ بقول لو بدي احول الفعل الى تصريف ثاني والليف بعملها تتحول الى ليفت، تتحول الى ليفت. طيب لو اجاني هون سؤال الفانكشن، بما انه قاعدين ندخل تكست، هون اجى قال لي معطيني هاي الجمله اي ويش وي ليفت، عفوا هاي احنا ما نفيناهاش بدنا ننفيها هون، ديد نوت live، التصريف الثاني منفي بما انها مثبته فوق. صارت الجمله I wish we did not live in عمان، we live in عمان. اذا احنا بنتمنى زي ما حكينا في البدايه لما شرح الجمله، يا ريت لو انه احنا مش ساكنين في عمان. وهيك صارت عندي الجمله كامله ومبينه زي ما احنا شايفينها. هلا وجدتني الجمله اللي زي هاي وقال لي ايش الفانكشن تبع wish، اجي هون بقول لي what is the function of wish، او قلنا if only لانه التنتين interchangeable. اجى قال لي what is the function of wish، وحاط اللي تحتيها هنا خط، حاط اللي تحتيها خط. شو استخدام الوش هنا؟ شو استخدامي انا للوش؟ نيجي هنا بنطلع على الجمله بنقول هاي الجمله فيها verb 2، فيها verb 2. كنا قايلين عنا لما تكون الجملة wish أو if only مع الverb to، بيكون عندي الإجابة للوظيفة اللغوية to express wishes about the present that are impossible أو unlikely to happen، وبقول له هاي هي وظيفتك اللغوية اللي أنت بدك إياها. بنكمل الآن على الملاحظات، على الأشياء اللي احنا لازم نعرفها هنا بالنسبة للملاحظات. الملاحظات خلينا نكملها في جلسة ثانية، أعتقد أنه أنا هيك طولت عليكم. خلينا أول شيء هدول ندخلهم في رأسنا شوية، وبعديها بنكمل احنا الملاحظات الضرورية لهذا الدرس. زي ما حكينا في الدوسيه راح تكون في صفحه 86. خلينا نوقف هون.
الجميع يراجع هذا الدرس، وبعدها بننتقل للملاحظات وحل الأسئلة الوزارية إن شاء الله. الله يعطيكم العافية. أنا معكم أستاذ محمد أبو سرية من مدارس النظم الحديثة.